عندي لي سؤال اذا كان تسمح لي وليد. هل صحيح اذا كان ما يحرجكش الوعد، هل صحيح انه ثم وزير في محادثه فهمتي انت وياه هدك وقال لك اذا كان انتم 50,000 عون امن نحن رانا عندنا 100,000 انتحاري؟ زي منذ توليه وزارة العدل السيد نور الدين البحيري معناه في اجتماع نقابي قال هيل وقال المكتب بالضبط قال إذا أنتم 50,000 بوليس أنا عندي 100,000 انتحاري أضم رجال الدولة وذي المنطق اللي طوق قاعد يقود في الدولة. أنا اليوم التوانسة يسمعوا هذايا المنطق اليوم نتاع ما يسمى رجال الدولة عند عام ونص تحديدا ذي التالي. وأنا نحب أنا اليوم نحب نوجه نداء اليوم أنا نحب نسمع كما تحت لنا الفرصة انها تتيح الفرصة في نفس البلاتو هذايا نكون مستدعي مع السيد محمد عبو السيد نور الدين البحيري و تحب مواجهة وارفع يعني؟ شعار التحدي نحب مواجهة ونحب مواجهة ما صار في الكواليس وحنا ما يقلقناش بالعكس احنا نحبوا نحب مواجهه والبين على من الدعاء وباش يشوف انا والاستاذ على خاطر اليوم خلينا نشوفوا ياسر تخلط الحبل بالنابل واليوم ما نجموش نقولوا معناه كذبه بيضه فما صدق وفما كذب غالي الكذب ثلب يا خويا انا نكذب معناه اذا 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 ارادوا ذلك لكن نحب المواجهه باش يبينوا لي انا كذب واضح بلاتو مفتوح.